شمس جديدة شرقت علينا من عدة ساعات لتعلن بداية نهار جديد وأحلام وآمال ومحاولات جديدة بحياتنا على مختلف الأصعدة، لأنه يمكن يلي ما تحقق بشمس مبارح يتحقق بشمس اليوم. وتذكروا دايماً أنه مو عيب نفشل بتحقيقنا لمرة وتنتين وثلاثة، العيب نبطل نسعى وراء أحلامنا. يسعد لي صباحك يا رنا. سعد صباحك نور، وصباحكم خير مشاهدينا. إن شاء الله كل الأشخاص يلي عم يحضرونا اليوم يعني يكون نهارهم مليان بكل الأمل والتفاؤل. وفعلا مثل ما قلتي نور، يمكن العيب هو نحن انه نيأس ويمكن يروح عن بالنا انه كل يوم جديد هو فرصه جديده لنا. اكيد رح نصبح كمان على الشيف بشرى. صباح الخير، اهلا. يسعد صباحك يا شيف. يسعد لي صباحك. شو محضرتي لنا اليوم؟ اليوم معنا شوربه رز وعدس اصفر وسلطه ملفوف. اوكي، يعني اليوم حنعمل شوربه وسلطه. ممتاز، بعد شوي اكيد رح نشوف كيف تكون المقادير اللي بنحتاجها لهي الاكله. شكرا كثير. واكيد مشاهدينا، خلينا قبل ما نروح لوين نركز مع الشيف وطبق اليوم، نرجع لمصطلح العيب يلي ذكرناه بالبدايه. الياس هو فعلا عيب، وهذا يمكن يكون شيء ما بيتغير باي وقت وباي مكان. ولكن سؤال هاشتاجنا لليوم بيقول: عيب بايام زمان، هل يعتبر عيب بوقتنا الحالي؟ يعني صار تصرف طبيعي مقبول اجتماعيا؟ بانتظار تشاركونا على صفحتنا. أما هلأ هنسمع رأيكم بالصوت والصورة. برأيك العيب تبع زمان نفسه هلأ ولا تغير؟ لا بالعكس تغير. طبعاً تغير، لأنه المجتمع كله تغير والحياة كلها تغيرت واختلفت. ما العيب بيضل عيب دائماً؟ بالعيب على مدار الايام، ما في شيء بيختلف. جيالنا القديمه اهالينا بالنسبه لهم العيب عيب بيضل. عيبته مع زمان اختلف كثير. اكيد في شغلات انكسرت لانه هذا الجيل صعب التعامل معه. والله الواحد على حسب تربيته البيتيه بيضل كبير، سبحان الله بيضل محافظ على بيئته البيتيه الاولانيه يعني. التيكي ونحن شرقيين عوايدنا طبعا فيها شويه تحفظ. يعني كل وقت بتلاقي على حسبه، يعني هلا تغير طبعا عن الاول. تغير اكيد. ما بقى يعني تغير. شو الشغلات اللي كانت عيب هلا عادي كثير؟ هلا في كثير شغلات كانت بيقولوا عنها هي عيب. هلا كل شيء صار مسمح له. صار هلا المرأة متحررة من كل شيء تقريبا. العالم قلعت العيب وقلعت الكل وميشي ما بقى، وين زمان اول؟ المبادئ، العادات، كلها تغيرت، يعني نظرة العالم للمجتمع تغيرت. يعني كان كثير عيب انه الوحدة تنزل على السوق لحالها، كانوا يمشوا مع زوجها مع اولادها. هلا صارت العيب انه ما يعني شيء طبيعي انه تنزل وتروح وتجي لحالها بدون اي عائق، يعني هذا هو الفرق. هلا بجوز هي الانترنت، السوشيال، يعني هالقصص، الفيسبوك، هالشيء اللي صاروا عم يشوفوه هنيك، صاروا الشباب عم ياخذوا انه ليش نحن ما نطبق هذا شب وانا شب، هي صبيه وانا صبيه. فبجوز هالقصص هي اللي عم يشوفوها عجبتك الحكايه. هذا الجيل هو هيك، ما فينا نعمل غير هيك. فعالية حملت بمضمونها كثير من الإصرار والتحدي، سيدات سوريات عم يأكدوا كل مرة أنهم قادرين يرسموا طريق النجاح. أكيد رنا، وسوق الخريف لشغل الإيد يلي أقيم بكنيسة القديسين مار بطرس وبولس بمشروع دمر، هن من المعارض الشاهدة على عظمة المرأة السورية وإبداعها. عن شو عم نحكي؟ خلونا نتابع بهذا التقرير. مشروع بدأ بفكرة، مبادرة نسائية لبيع الأغراض والمقتنيات وتسويق منتجات السيدات يلي هي من شغل إيدن. عن شو عم نحكي؟ عن سوق الخريف لشغل الإيد يلي أقيم بمشروع دمار بكنيسة القديسين مار بطرس وبولس. فكرة السوق نشأت لإيصال المنتج من المنتج أو المنتج للمستهلك، فكان إنه إعادة تدوير الأقمشة بدها أسواق، فبدت هيك. بعدين اتطورت إنه أي شيء شغل إيد، المهم إنه الست اللي قاعدة ببيتها عم تشتغل تقدر تلاقي فرصة بيع لمنتجها. في عنا شيلات، في عنا كفوف، في عنا
كالكول يمكن بيسموه هيدا، بيلبسوه بالشتاء فهو كتير بيدفي، وفي كفوف وطواقي وفي كتير اشياء حلوه. في مثلا هيدي جايبه مثلا بتعلقيها بالحمام، بتحطي فيها سيشوار، اشيائك شو بتحبي تحطي فيها فيك تحطي فيها. عندي شغلات منتجات الضيعه، عم نفرجي العالم شو هي منتجات الضيعه، شو اللي نحن بنساوي بالضيعه. في اشياء كتير الناس عم تتفاجئ فيها هون. مثلا زيت الخريج، هون ما حدا بيعرف شو هو زيت الخريج. زيت الخريج هو عبارة عن قطفنا الزيتون، بنسلقه، له طريقة بالسلق خاصة فيه، منحطه منخمره 3 أيام، بنرجع منفرده بالشمس لحتى تنشف ميته، وبعدين بناخده على المعصرة، بيطلع شيء كتير رائع وهيك لون مميز. ها تقيلي، بيجي أتقل من الزيت العادي صح؟ أتقل من الزيت العادي، لون وطعمة وريحة مختلف عن الزيت العادي. في هون هيك بيبات السلق، بيبات السلق هي مشهور فيها الساحل السوري. هي عبارة عن برغل محشي بقلبه سلق مع بصل مع شوية بهارات وزيت، بنسلقه بالماء ومنقيمه هيك. في له صوص خاص فيه. عندنا أقمشي، نحن للديكور المنزلي عندنا لوحات من النباتات المجففة، أنا كمان مشاركة من لوحات من القماش، الكولاج القماش. وفي صبية كمان هونيك، في سلك وفي خشبيات، وفي كمان الخزران صواني، وفي كروشيه عندنا طاولتين كمان كبار، وفي 6 صبية كمان عم تشتغل بالديكور قطع خشبية. جو حمل طابع اجتماعي جمع بين الألفة والمحبة ضمن فعاليات شاركت فيها سيدات سوريات من مختلف المحافظات ليأكدوا أنهم بيقدروا يعملوا شيء مهم من أشياء بسيطة موجودة ضمن حياتهم، وليثبتوا للكل أنه نحن منقدر نوصل لأي هدف منرسمه بشوية إصرار وإرادة. صباحكم خير عن جديد. نور، مثل ما خبرتنا الشيفي اليوم حتعملنا شوربة وحتعملنا سلطة، أنا قايمة عند الشيف حتى أشوف المقادير ونبلش نجهز الأكلة. مرحبا شيف. اهلا رنا، كيفك؟ هلا انا سمعت، ما بعرفني بعيد اذا مزبوط، حتعملي شوربه رز. مزبوط، مع عدس اصفر او احمر يعني. مع العدس. اوكي، نبدا بالمقادير. تفضلي. يلا هلا اول شيء عندي رح بلش بالبصل والثوم. لبين ما اقول المقادير عندي شويه زيت زيتون تقريبا 2 معلقة. تمام، بدنا نقلي البصل والثوم. بصله صغيره تقريبا. تقريبا 2 حبة ثوم صغار. اوكي، مدقوقين. رح اقليهم مدقوقين اكيد، والبصله تكون مفرومه ناعمه لانه هلا انا ما رح اطحن الشوربه، فما بدي اياهم يطلعوا تطلع القطعه كبيره. تطلع قطعه كثير كبيره. رح اقليهم شوي هدول. هلا باقي المكونات، بعد ما اقليهم رح احط عندي هون 1/2 كوب رز قصير. تمام. مع 1/4 كوب عدس احمر او اصفر مثل ما قلنا. بعدين رح اضيف اساس دجاج، تقريبا 4 مرقة دجاج، 4 كاسات. اوكي. بعد ما يغلوا شوي ويبلشوا الرز والعدس يستووا، رح اضيف لبن مع لبن تقريبا 2 كوب لبن مع 2 معلقة نشا. بعدين رح احط البهارات اللي هن فلفل وملح. اوكي. وعندي هون نعنع للزينه. هلا عندي هون بهارات لصوص الشوربه، رح احط عليها صوص من فوق. رح اقلي بشويه زيت زيتون، عندي كمون، كزبره، بابريكا، وعندي سمسم محمص، وعندي برش ليمون. أوكي. وعصير ليمون. اوكي، هي مكوناتنا. هي نحن مزينا على وش، نعمل مثل صوص على وش الشوربه. هلا هون قليت البصل، بلشنا معناتها بتقلايه الثوم والبصل. رح اضيف الرز والعدس مغسولين اكيد. اوكي،
رح قليهم شوي مثل العادة مشان نخلط كل شيء نكهات كل شيء مكونات مع بعض. سؤال، هي الكمية تقريبا هي لكم شخص؟ أربع أشخاص. في أربع أشخاص، نحن يمكن دائما وسطيان بنعمل أربع أشخاص. فينا أكيد نحن نزيد الكمية أو نقللها حسب عدد الأشخاص، يا منضاعف المقادير أو بناخذ نص المقادير مثل ما قلتي حسب عدد الأشخاص اللي موجودين. تمام. عندي تحطينا بصلة صغيرة تقريبا راسين توم أو سنين توم، حبتين مو راسين توم، حبتين توم، وحطينا رز وعدس والعدس. هلا هون تقلوا شوي، اختلطت المكونات مع بعض. بدي اسال سؤال، هلا مشان مرقه الدجاج فينا نحن نجيب المكعبات العاديه الموجوده بالسوق وندوبها؟ هون نحن كم مكعب؟ هلا تقريبا كل كاسه بدها مكعب واحد. تمام. هون نحن عندنا كوبين، يعني بدنا مكعبين. عندنا اربعه هون. اربع اكواب، اوكي. عندنا كوبين لبن، اوكي. كوبين لبن. هلا طبعا رح تتبخر لانه يعني رح تصفي تقريبا نصها كميه المرقه، فلبين ما بنسلق الرز مع العدس. أوكي. فمشان هيك حطيت احنا مو سالقين قبل العدس والرز، هلا نحن هلا بدنا نسلقهم على الهواء. هلا بس بلشوا يغلوا شوي وحسيت انه بلش الرز والعدس بلشوا يطروا، رح نزل اللبن. أوكي. بس رح صفيه بمصفايه. اللبن بدنا نحطه كمان بقلب يعني رح حط ايه تمام. أوكي. رح حط المصفايه وحط اللبن وحط معه النشا. اوكي. وبعدين بشوف اذا شوي سميكه ممكن ارجع اضيف له شويه مي. النشا شو وظيفته؟ النشا يعني دائما بنشوف النشا هو يمكن بيكمش الاكل. تمام. او هيك بيمسك المكونات. تمام. بيعطي قوام للشوربه. اوكي. هلا رح ننطر شوي لحتى تغلي المي. مثل ما قلنا حنزيد اللبن، نحن حاطين كوبين لبن. تمام. صح؟ مزبوط. بنصفيه لحتى يمكن يكون هيك رقيق اللبن، ما يكون كثير قطع. مشان ما يبرغل وقت، يعني وقت بدي اقدم الشوربه مشان ما يطلع اللبن مبرغل، بيطلع هيك مثل كريمي كانه وقت بنصفيه. تمام. هلا كثير ظريفه يمكن الشوربه بهذا الوقت، اغلب العالم او اغلب ستات البيوت بيحبوا هلا الشوربات، ويمكن افكار الشوربات الجديده هي كمان كثير حلوه، لانه في نحن شوربات تقليديه اذا بدنا نسميها اللي كل الستات البيوت بيعملوها، فهي مو شوربه، يعني بتشبه شوربه العدس بس هي مانا شوربه عدس. مزبوط. تقليديه. هي مانا شوربه تقليديه، وانا عم حاول انه يعني اعطي افكار بمواد موجوده عنا، يعني مثل ما شفتي شغلات هي سهله مواد ومتوفرة. اكيد موجوده بكل بيت وسهله ومانا صعبه يعني. ومغذيه فيها مثل العاده رنا، يعني انا بحاول دائما انه احط دائما يكون في بالوصفات نشويات بروتين. رح نقدم معها سلطه اللي هو عنصر الخضار بتكون كمان بتكون يعني غذاء متكامل. غلت تمام، غلت الطنجره. اوكي. بما انه اليوم نحن مستخدمين العدس، رح نشوف مع المشاهدين شو هي ابرز الفوائد يلي بيحملها العدس بهذا التقليد. يعني شفنا مع بعض فوائد العدس الاحمر، ومثل ما خبرنا نكون هون نحن الشوربه بلشت تغلي، حنضيف هلا اللبن. بلشت تغلي، الرز والعدس بلشوا يطروا، رح احط اللبن مثل ما قلت. حطينا مصفايه صغيره رح صفيها. تماما. طبعا حنذكر الناس نحن حطينا المصفايه ليصفى اللبن كرمال ما يبرغل ويطلع كريمي مع بعضه بقلب الشوربه. تمام. رح احط معاها النشا. نشا قد ايه تقريبا؟ معلقه نشا لهي المكونات. حتى تنشف الشوربه اكثر. تمام. حل النشا بشويه مي وضيفها. بس باعتبار انا عندي حطيت مرقه الدجاج وهلا اللبن، ما راح اضيف مي هلا. مثل ما قلت لك بعد ما تغلي وتستوي راح شوف اذا لسه بدها شويه مي او شويه مرقه، ممكن زيد فيني ارجع اضيف حسب. يعني في ناس بيحبوا الشوربه تكون خفيفه، في ناس بيحبوها تكون سميكه. اوكي. في عالم حتى يعني الشوربات العاديه كلها بشكل عام بيحبوا يطحنوها، هي الشوربه نحن اليوم ما رح نطحنها.
ما رح نطحنها، بس انا فيني اطحنها قبل ما اضيف اللبن. تمام، معناتها نحن تقريبا شوربتنا صارت جاهزه، رح نرجع لعندك بعد شوي شيف لحتى نشوف كيف صارت، وكمان نشوف اكيد. هلا انا رح اترككم يغلوا لبين ما يستوي العدس والرز على الاخر. اوكي، شكرا كثير شيف، نحن رح نرجع اكيد لنكمل باقي الفقرات. الريحه لهون وصلت لنا. انا ريحه البصل، بتحبي شوربه العدس؟ طبعا انا حبيتها لانه بتشبه شوربه العدس بس هيك فيها شوي مكونات هيك جديده وطريقه جديده. الريحه الطيبه، يا ريت يتركوا المشاهدين هلا يشموها حتى او يجربوها حتى بالبيت. عن جد. وهلا مشاهدينا ما في احلى من الورد كهديه بكل المناسبات، وتحديدا باستقبال مولود جديد ان كان بنوته او حتى صبي، فكيف ممكن ننسق باقه ورد لطيفه وغير مكلفه كثير لهي المناسبه، وكيف ممكن نرافقها بهديه مرتبه؟ رح يخبرنا التفاصيل السيد عبد الله زمزم منسق الزهور. سعد لي صباحك. صباح النور. كيفك اليوم؟ تمام. هلا اليوم بنحكي عن تنسيقه ورد كثير تكون حلوه وبسيطه، ممكن نحن دائما في انه تعودنا على شيء معين، اذا كان عندنا بنوته او صبي رايحين نحن نبارك لحدا انه لازم ناخذ دائما ثياب او اواعي، ليش نحن ما بنكسر هذا الروتين وبنختار مثلا شيء ثاني؟ هلا مثل ما عم نشوف هلا حضرتك بدك تجهز لنا تنسيقه كثير حلوه مرتبه، خلينا نبلش نحن وياك. تكرمي من عيوني. شو رح نبلش هلا باول شيء؟ هلا جبنا بوكس خشب لون زهر، طبعا اخترنا لون البيبي بنت المولوده. مولوده ايه بالضبط. بوكس خشب مع اسفنج مع الاطار، هذا ممكن نعلق عليه هيك اكسسوارات جديده، يعني تغيير عن النمط يلي عم يتساوى بالعاده، انه باقه الورد العاديه اللي ممكن احنا ناخذها مثلا اذا رايحين لمشقه لحدا. بالضبط بالضبط، هيك يعني بصير في تغيير شوي عن المألوف. نحن شو الورود يلي ممكن نختارها؟ هلا اللي شايف الورود اللي معك هن طبيعي. بالضبط كله ورد طبيعي، بس هلا انت كل فصل في ورد معين. الورد معين بالضبط. اي هلا الورد المعروف هو الكريزانتيم، الليلي، الجوري. هدول ممكن نحن نعتبرهم انه هدول ورد الصيف. فيك تقولي اي ورد الصيف. اي اذا ناخذ فيهم هيك كادو. بالضبط تمام. بالشتاء ممكن في انواع ثانيه، يعني ممكن في الايريس، في الاستوما، في هيك اصناف ثانيه جديده، جرين بيس. طيب شو رايك اذا نقينا مثلا ورد صناعي؟ يعني انا مثل هيك كادو يعني بدي ازعل كثير اذا دبوا ورداته. لا هلا كل شيء له شيء، يعني الورد الطبيعي يعني بضل اجمل. اللي هو طبعا اكيد اجمل، بس قصدي انا بدي اسعى على الكادو او على الهديه الحلوه انه مثلا بعد فتره معينه بالضبط بدها تبس. هلا عم ياخذوا كمان يعني مع ممكن ورد صناعي ينحط معهم بوالين مثلا كمان حلوه كثير. البوالين برضه كمان بتستفاد منها الولدانه، انه مثلا على المباركه بتصير بقى بتاخذ البوالين وبتزين بقرنه ثانيه. بالضبط ايوه. طيب خلينا نحكي عن الورود الثانية اللي ممكن نحن نشوفها بفصل الشتاء. الفصل الشتاء هلا نحن الورد اللي حطيناه شو هو؟ هذا كريزانتيم اسمه. اوكي بالضبط. في له الوان؟ طبعا اكيد كثير الوان. هلا للصبي ممكن نعمل احنا لون ابيض او لون موف غامق مثلا، في الوان كثيرة يعني ما في شيء بالتحديد يعني انه هلا مثل ما عم نشوف في البوكس اللي قدامنا. طيب 03 نوفمبر هي ممكن نعتبر انه نحن اذا اخذين مواليد البيبي. مواليد البيبي تاريخ اليوم بالضبط. اي إيه لا كثير هيك ظريفه. لا بس مثل ما قلت لك انا مع رايي انه لاحظ شو لازم نعمل البوكس، خلينا نحط ورد صناعي يكون قريب للطبيعي مشان احتفظ مشان احتفظ بالكادو. وكمان فيني استثمره مو بس انه هو اجاني كادو كب الورد، فيني انه خليه اعمله زينه ضمن البيت. بصير كمان هيك، وهيك بيكون في عندي ورد ازرق وورد زهري. طبعا ما بنتقيد بالفصول والورود اللي موجوده ضمنه. يعني حتى لو اجى توم ممكن انه نعمل كمان ميكس كلر بين اللونين، يعني انا حتى صارت معي يعني ساويت كمان بهيك شيء ولا شيء ثاني. بالضبط بهيك شيء، البوكس كان لونه ابيض فعملنا انه مزج بين اللونين يعني الموف والزهر فطلع كثير حلو. كان عندنا توم. هلا الورد اللي معنا هلا هذا الجوري، معروف الجوري يعني كمان، وهلا وقته كمان. هذا موجود دائما بالفصلين؟ طبعا باغلب الفصول موجود، لانه كثير ورده متعارف عليها يعني عندنا هون بالبلد، فمتداول كثير يعني بحبوها.
لو انك جايبه صناعيه كنت هلا استعرتها منك كادو للبيت عندي. لا حتى هي تقدميها هديه كمان لاي مناسبه، يعني ممكن مثلا لا ممكن عيد ميلاد، ممكن لا كمان حلوه لعيد ميلاد. نحن مو بس نتقيد انه اذا كان مثلا مباركه كمان كثير فكره حلوه لعيد الميلاد نكسر الروتين، لانه احيانا الواحد بيوصل لمرحله انه ببطل يفكر انه شو بدي اهدي وشو بدي اخذ، انه الشيء الروتيني ممل نوعا ما. تمام طبعا. لكن هلا نحن بالجوري، بعد الجوري شو ممكن نحن ندخل؟ هلا رح ندخل زهرة الأستوما اللويزيانا العالي. طيب هلا هي اللي نحن اللي عم نشك فيها الورد لحتى نثبته، شو ممكن نحن شو بنقلها؟ هلا هي سفنج، هذا السفنج هو بيتشرب مي، هو اللي بيعطي. لازم نحن نشربه بالضبط. كيف انت يعني حاطه الورد بفازه عم يشرب مي؟ صحيح. هون فينا ننسق، يعني نتحكم بالورده كيف ما بدنا نحن. يعني بنعطيها الاتجاه اللي نحن بدنا اياه، وبالتالي بتضل عم تشرب الورد مي، يعني بتكون منقوعه وعم تشرب. طيب الورد. طيب انا هيك كادو بدي ازعل عليها اذا اجتني، طب شو كيف بدي احافظ عليها اطول وقت ممكن قبل ما يبسوا الورود؟ اهم شيء تكون بمنطقة باردة، يعني مكان بارد مثلا، انه تحت تكييف او شيء مثلا، وبالاضافة انه تضلي تسقي سفنجة مي حتى تضل عم تشرب الوردة، يعني ما تنشف، يعني الوردة دائما بدها مي. هلا انا شايفة ورا البوكس في شغلات كثير حلوة، هدول مخلينهم لآخر شيء. هدول آخر شيء بالضبط. ايه مخبينهم لاخر شيء هلا. انا حبيت الفكره كثير يعني، بس هلا حخليها شوي مفاجاه لبين ما نخلص تنسيقة الورد. بالضبط. هلا مثل هدول الاشياء اللي نحن عم نزين فيهم الكادو، هي شو بنقلها؟ هلا هي نوع من الورد اسمه تراشيليوم، فهذا يعني مثل الاكسسوار للورد، يعني كمان بيضيف للورد لمسه خاصه، لمسه حلوه، لمسه فنيه. هلا اكيد اللي حابب يختار هيك كادو مثلا مثلا عيد ميلاد زوجته خطيبته في نقي وحزه، شو يعمل كمان؟ شو؟ يعمل صور صغيره وباللقطات الملاقط الموجودين. أيوة على الكادو نساوية. بالضبط. نجهز هيك، نجهز مثلا بالضبط اغلى صور عندها واحلى صور عندها. بالضبط. بتكون كادو كثير مميز. نعم نعم بالضبط. عم نعلق الصور هيك عليها كثير عم تطلع حلوه، فنحن استغلينا هي الفكره وحطينا ثياب البيبي. بس هي الكادو بياكل ورد كثير؟ اي طبعا. لكن يعني انت ممكن تعمل تقول مثلا هيك علبه تقديريا انه بتاكل مثلا 20 ورده 30 ورده تقريبا اكثر بين اقل بين ال 20 من ال 20 لل 40 ورده تقريبا. ما شاء الله. آه 40 ورده. هلا ممكن احنا نصغر البوكس مشان ما تصير الهديه حسب بقى كل اختيار الشخص اللي هو بباله ياخذ الكادو. تماما تماما. شوية خضار كمان هيك بتعطيها كمان روح. الباقة والتنسيقة كتير كتير حلوة وكتير كتير مميزة وكتير كتير غريبة. ذوقك أساسا. خلينا نوصل للفقر اللي بعد اللي هي ورق البوكس قبل ما يتداركنا الوقت ونشوف كيف ممكن نعطي هاي التنسيقة جمالية تانية. نعم. ها هيك ممكن كمان ترفقي مثل دبدوب. ايوه اذا حبيتي انه تحتفظ فيها كذكرى، بالاضافه هي هذا البوت هو الالز شيء. بالضبط. ايه هدول اكسسوارات يعني ممكن انك انت تجيبي الهدايا. اوكي واعطيك انه انت ترتب لي الهديه. بالضبط. اللي حابه اخذها. انا برتب لك اياهم. تمام. اوكي كثير كثير فكره مميزه وظريفه انه طاقيه مثلا بوت تماماً صغير. تماماً. دبدوب تمام كفوف. ايه. او حتى كمان دقونه صغيره. بالضبط. هدول اللقطات كمان كثير مميزين. اها واجا وقت الدقونه. هلا ممكن مثلا اللي جايه انت ممكن تختار له هدول الشغلات؟ هلا ممكن اني انا ولا انت لا انه جيب الهدايا اللي بدك اياها وانا بجهزها. في ناس بتقلي انه لا انت جيب الاغراض من عندك، وفي ناس انه بتحب انه هي تنتقي الاغراض، هي تنقيهم، هي تختارهم. هيك شغلات اكسسوارات ممكن.
كانت تعطي لمسة لل هلا كأنه مثلا المولود إذا كان بنت فيه كتير أفكار أكثر من الصبي ولا لا؟ بالضبط في له تشويز أكثر من ال إذا كان مولود صبي. إذا مولود صبي بالضبط بتضل البنوتة إلى هيك إكسسوارات الخاصة الحلوة. أيوة إكسسوارات كتير مثل ما أنا عم أشوف هلا. خلصنا ولا لسه بدنا نضيف شغلات؟ يلا بس يعني. واو حلو الإجرابات كتير مميزين. هلا اخر شيء ممكن نحن هلا بدنا نلفها ممكن نكتب هلا بالطبشور بالضبط ايوه مثلا اسم البيبي او ويلكم بيبي جير او مثلا مبروك المولوده اي شيء ممكن طيب نكتب. خلينا دغري نلفها على الكاميرا لحتى نفرجي المشاهدين قديش هي كثير مميزه هي التنسيقه وما بعرف اذا حتوافقني الرأي رنا هلا كثير 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 حلوه انا عم بطلع حبيت هيك الغراض اللي تعلقت حسيت انه الواحد اذا بده يهدي مثلا ثياب او غراض مثل ما قلتي نور بيقدر يقدمها كمان بطريقه حلوه مع ورد كمان كثير كنت عم بحكي عم قله للمنسق الزهور انه فينا نكسر الروتين انه نحن اوكي اخذين ثياب ولكن ليش نحن ما بنكسر هذا الروتين بفكره جديده تمام هيك بتكون كثير حلوه دائما يعني هيك منسق الزهور بيحب هيك تكون على اكيد يعني منسق على احلى باحلى شكل كثير مهضومه يسلم ايديك يسلمك واكيد كل منسق زهور له لمسته المميزه بالضبط ليعطي الكادو شكرا كثير لك بما انه عم نحكي على تنسيقات البيبيات والاولاد الصغار يمكن كلنا وقت كنا صغار كنا نحب توم وجيري وضحكنا مع حركاتهم وبعضنا يمكن كبر ولسه بيتابع هالكرتون لليوم يمكن كان دائما عندنا فضول لنعرف وش المربيه تبع توم اللي بتكون سمره وصاحبه الاقدام والوش الخفي لكن هالشخصيه في لها قصه وتكرمت بالاوسكار معلومات كثير رح نخبركم عنها بتقرير لساره مرتضى خلال فترة نشأتها تركت المدرسة وهي بسن المراهقة لتصير ممثلة ضمن عدة فرق مسرحية هيتي ممثلة حفرت اسمها بسجلات جائزة الأوسكار كأول ممثلة أمريكية ذات أصول أفريقية وبتحصل على الجائزة الذهبية عن أداء الرائع بدور مامي بفيلم ذهب مع الريح عام 1939 يسعد صباحكم عن جديد مكملين معكم بحلقتنا وبباقي فقراتنا رح نرجع شوي لعند الشيف بشرى لحتى نشوف وين صرنا بالأكلة خلصت الشوربة أو بعد؟ الشوربة خلصت استوى الرز والعدس طفيت تحت الشوربة هلأ رح حضر الصوص تبع السلطة رح بلش عندي هون مايونيز تقريبا ربع كوب ونفس الكمية عندي لبن رح أخلطهم مع بعض طبعا اللبن انا حطيته مع المايونيز لحتى ما تطلع الوصفه كثير ثقيله اكيد فيني استعمل مايونيز لحاله او حط معلقه مايونيز والباقي كمله لبن اذا حبيت تكون خفيفه اكثر عندي خردل معلقه صغيره رح احط شويه فلفل ابيض عندي معلقه صغيره خل ابيض او خل تفاح ما في مشكلة عندي شوية عصير ليمون حتى أعطي نكهة للسلطة وعندي شوية برش ليمون كمان مشان نعزز النكهة تبع السلطة هلأ هذا هو الصوص تبع السلطة رح أحط كمان شوية زيت زيتون أخلطهم منيح لحتى أخلط كل المكونات مع بعض
هلا صوص السلطه صار جاهز. عندي الخضره اللي رح استعملها بالسلطه هي الملفوف الاحمر. عندي جزر قطعته تقريبا نفس شكل الملفوف، وعندي بقدونس، الورق تبع البقدونس ما فرمته بس قطفت الورق، ورق البقدونس. وعندي بصل اخضر. هلا هدول رح خلطهم، ما رح ضيف هلا الصوص، رح ضيفه اخر شيء وقت التقديم. خلطهم مع بعض وبتركهم على جنب لوقت التقديم. هلا هي السلطه صارت جاهزه وهي الصوص مرافق. هلا هون في عندي الصوص اللي رح اقدمه مع الشوربه، حطه على الوش. رح استعمل شويه زيت زيتون تقريبا شي ربع كوب. اول ما بيحمى شوي زيت الزيتون رح احط شويه كمون، رح احط كزبره ناشفه. طبعا هذا الخليط تبع البهارات بيعطي طعم كتير طيب مع الشوربه. بابريكا، اول ما ببلش يحمى الزيت وتطلع نكهه البهارات، تطلع ريحه البهارات. تمام، هلا هيك بكفي. رح اطفي النار وضيف شويه برش ليمون، شويه سمسم محمص، وشوي من عصير الليمون. الصوص اللي رح اقدمه مع الشوربه صار جاهز. الخضره خلطناها، عملنا الدريسنج او الصوص تبع السلطه، الشوربه صارت جاهزه. هلا اخر شيء رح فرجيكم طريقه التقديم، وبنرجع للصبايا لحتى نشوف شو محضرين لسه شغلات لليوم. شكرا كثير لك. الصحة الإنجابية هي مسألة مهمة ومن الضروري نشر التوعية والتثقيف حولها، وبهذا الإطار أقام راديو سوريات ورشة عمل تدريبية بهدف إعداد فريق من المتطوعين القادرين على نشر الوعي الصحيح بهي المفاهيم. خلونا نتابع سوا. أقيمت بإشراف راديو سوريات ورشة عمل لتدريب مدربين ومدربات حول مفاهيم الصحة الإنجابية من منظور العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن مشروع ضمة وردية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. التدريب هو نتاج تدريبات سابقة صارت استهدفنا فيها هاي الفئة، واليوم نحن اخترنا فئة منهم لحتى يكونوا معنا اليوم يتدربوا على هاي المفاهيم وكيف هن يقدموا هاي المعلومات الطبية للمجتمع بشكل صحيح وبشكل قريب منهم ولحتى هن يكتسبوا هاي المفاهيم أكثر. نحن من التدريب الثاني اللي صار انه طلع معنا فريق ضمة وردية الطبي، كنا مجموعة من الأطباء والطبيبات اشتغلوا معنا، صرنا نحط محتوى بناء على شو أهمية المواضيع اللي نحن التسلسل كيف نبلش مع النساء وتوعيتهم وحتى الرجال بمفاهيم الصحة الإنجابية. هاي هي المواضيع الأساسية، الصحة الإنجابية من الناحية الطبية ومن الناحية القانونية. فنحن كفئة أطباء أو طبيبات أو قابلات ممكن تكون هالمفاهيم هي حساسة بالنسبة لنا، وهي نحن أوكي بنعرفها طبيا، نعرف المصطلح العلمي لها، بس ممكن نحن نكون جاهلين للموضوع من الناحية الطبية أو من الناحية الاجتماعية، أو ممكن نحن نقول مفاهيم غلط اجتماعيا. فهو هذا الشيء اللي تعزز عندي أكثر في خلال التدريب. اللي دفعني هو الرغبة بتقديم يعني المعلومة الصحيحة للمتدربين للمشاركين. نحن المواضيع اللي عم نحكي فيها مواضيع كتير متعددة تتعلق بالصحة الإنجابية. حكينا مبارح عن موضوع الكشف المبكر، أو ممكن عفوا الكشف الطبي قبل الزواج وضرورة تقديم المشورة وإجراء بعض الفحوصات الطبية والفحوصات المخبرية.
كمان عم نحكي عن رعاية الحامل، عم نحكي عن عمول عالية الخطورة، عم نحكي عن وسائل تنظيم الأسرة، فهدول كلها مواضيع حيوية. يعني هذه المواضيع مش بس ذات طبيعة طبية، هي ذات طبيعة اجتماعية، طبيعة تخص الناس كلياتها. موضوع الحمل والولادة داخل كل أسرة. فريق راديو سوريات وضمي وردية اللي عم يشتغلوا بشكل أساسي على تعزيز مفهوم الصحة الإنجابية اللي هو يعتبر حق من الحقوق الأساسية اللي لازم يتمتع فيها كل فرد موجود على الكرة الأرضية، هو شيء كتير إيجابي وشيء كتير ضروري. وإذا بدي أقول بوضع الأزمة اللي مرينا فيها، فالصحة الإنجابية وحق الصحة الإنجابية بيبرز بشكل أكبر بكتير، وبكون على عاتقنا نشر هالثقافة هاي. فضمي وردية عم تشتغل على نشر هالثقافة بشكل رئيسي، وفينا نقول بالدورة اللي بتضيفها شيء جديد بهاي الدورة عما سبق، انه هي الهدف منها صناعة او تأهيل مدربين لينشروا هالثقافة بشكل اكبر بمختلف القطاعات او مختلف الاماكن اللي موجودين فيها. استمر التدريب لمدة 4 أيام استكمالا لتدريبات سابقة استهدفت مجموعة من الأطباء والطبيبات والقابلات القانونيات من مختلف المحافظات السورية بهدف بناء قدراتهم كمدربين في مجال الصحة الإنجابية وإعداد فريق من المتطوعين من المجتمع المحلي القادرين على نشر ورفع الوعي بهذه المفاهيم في مختلف المناطق. يعني ما في شاب أو رجل ما بيحب يكون محط اهتمام الصبايا وعنصر جذب، ولكن لما يزيد هالشي عن حده ممكن هذا الشيء يدل على وجود مرض نفسي أو حالة اجتماعية غير مرغوب فيها. ممكن كثير نشوف هاي الأشياء نور عند كثير من الرجال. صحيح رنا، وعقدة الرجل الدونجوان محور حديثنا مع ضيفتنا الأستاذة آلاء الفواخيري الاستشارية بالعلاقات الأسرية. سعدي صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا كل المشاهدين. يعني بس نسمع يمكن هذا المصطلح أستاذة آلاء دغري منحس أنه هذا الشاب، يعني حنقوله هيك باللهجة العامية المشخصات، يعني الشاب اللي بيحب هيك دائما هو يكون على الليبرا بتيابه بشكله بطلته ودائما يكون هو لافت نظر الكل والكل حواليه. شو منقصد بعقدة الرجل أو رجل الدونجوان؟ هلا مصطلح الرجل الدونجوان هو اي شاب بيكون بحب يكون هو رجل الدونجوان، بس اذا بنرجع للاصول النفسيه لهذا الشيء بنلاقي انه رجل الدونجوان هو اضطراب نفسي. اضطراب نفسي كيف؟ هو اضطراب نفسي ليكون عنده للشخص اكبر عدد من العلاقات من شركاء بان واحد او بعده اوقات. الرجل الدونجوان منين جبنا هذا المصطلح؟ هو عن اسطوره خياليه بتحكي عن رجل اسمه دون خوان، او مثل ما بنقول نحن دون جوان. تمام. هو من الفلكلور الاسباني. هو اسمه للزلمه اللي أيوة قصه عنه دون أيوة هي قصه خياليه. هلا بالاقليه بيقولوا لنا انه قصه حقيقيه. أوكي. بس هي القصه لا، مستحيل تكون حقيقيه. هي قصه خياليه. أوكي. بتحكي عن شخص كان عنده علاقات مع اكثر من 1000 امراه من دون مشاكل او منقصات، لحد ما وصل لعند علاقه مع يعني حب انسان من الطبقه الارستقراطيه اسمها آنا، وهي رفضته لدون اخوان. فقالت له لابوه، أبوه قال له أنه بعمل أنا وياك مبارزة وأنه بتاخده. فصارت المبارزة وقتلوا لأبوه. هي البنت حقدت عليه وصارت تلحقه وهو هرب. هلأ دون جوان صارت كتير قصة يعني مثيرة للأدباء وللفلاسفة، يعني وكتير صاروا يحكوا عنه. حتى حكى عنه موليير بمسرحيته، حتى حكى عنه موزارت بالسيمفونية تبعه. تمام. طيب معناته هذا الرجل يعني ممكن يسبب كثير مشاكل للستات يلي ممكن يفوت معهم بعلاقه، ان كان شريك او حتى زوج، يلي ممكن يسبب له بعض الاضطرابات الشريكه الموجوده بحياته. خلينا نحكي عن الاسباب يلي ممكن توصل الرجل لحتى يصير معه عنده هي العقده. هلا هي الاسباب لعاده الدونجوان بترجع للسنين الاولى من حياه الانسان، بالاخص اول 5 سنين من حياه الانسان. يا اما بيكون هيك، في عدة اسباب، بس اهم الاسباب يا بيكون متعرض لعاطفه زياده دلال مفرط من احد الوالدين وبالاخص الام، بتعطيه دلال مفرط، بتكبر عنده الانا، بصير شخص نرجسي بده كل العلاقات له وكل الاشياء له بالذات ملكه هو.
أو بيكون هو فقد حنان الأم عن طريق انفصال، عن طريق وفاة، عن طريق سفر، عن طريق فراق، أو حتى بتكون الأم موجودة بس هي بتعامل ابنها بشكل قاسي، بتعامل ابنها بشكل أنه ما بتعطي له عاطفة. لا ليش نحن بنقول لك أنه بدنا بده الطفل حضن؟ هذا الشيء كثير بيأثر على نفسيته. لما ما يوجد هذا الشيء بيصير على الكبر بدور على امه باي امراه بيشوفها، بس هو اكيد ما راح يشوف امه، ما بيلاقي نفس الحنان. تمام. اكيد ما راح يلاقي نفس الام اللي عنده، هو بيضل ببحث مستمر عن هذا الشيء، عن هذا الموضوع. طيب خلينا شوي نوضح كيف منميز هذا الشاب او هذا الرجل، يعني هو بيكون تصرفاته ظاهره، حركاته ظاهره، في صفات معينه بتكون بشخصيته مبينه للعيان وللناس اللي حواليه. هلا الدون جوان، عندنا شخص الدون جوان بينقسم لقسمين، الشخص بيكون وسيم تظهر عليه الملامح الناعمه نوعا ما، وفي عندنا الشخص القبيح يلي بنسميه كازانوفا، او مثل ما بيقولوا كازانوفا زمانه، بيكون عم يستعيض عن الجمال بشغلات تانية. هلا كيف بدنا نميزه؟ اول شيء الشخص الدونجواني هو شخص عنده كاريزما كثير عاليه، وين ما بيكون بيجذب الناس بطريقه فظيعه، بيشتغل على نفسه تمام، بيضل بيحاول يطور نفسه، عنده طموح، ذكي جدا، شاطر بالتمثيل، شاطر، بارع بالكلام المعسول، عنده قدرة على انه يجذب اي مرأة بطريقته الخاصة، ولكل مرأة لها مفتاحها خصوصي واسلوب خاص. الصبية الصغيرة، الأنثى الصغيرة بعاملها إنه أنت شخص كتير مهم، وشخص كتير حدا كتير مهم بالنسبة لي. المرأة الناضجة بعاملها كهذا الشيء إنه أنت حدا كتير مهمة بالنسبة لي. يعني بيعرف كل سيدة شو مفتاحها، كل شخص له مفتاحه الخاص، وهو على فكرة جدا شاطر بلغة العيون وبلغة الجسد، بحاول يورجي أحسن ما عنده ويتعلم طرق جديده لحتى يجذب هي الانسانه او اي انسانه، يعني هو ما في عنده نوع معين من الناس لحتى يجذبه. نحن استاذه آلاء، نحن شاركنا موضوع حلقتنا للشارع السوري، خلونا نشوف شو كانت الاراء ونرجع نكمل باقي الفقره. تعرف شو يعني دون جوان؟ لا، دون جوان يعني كثير صرعة، يعني لاحق الموضة. دون جوان عصر يعني. في حدا اسمه دون جوان؟ هيك بتذكر. نحن يعني رجال بكل معنى الكلمة. هذا هو دون جوان. دون جوان يعني أنيق. بس؟ جنتلمان، بزنس مان. يعني شخص اللي بيهتم بحاله. مو قاعدة. تلاقي حالك دون جوان؟ مو على طول. يعني بحس حالي شوي هيك. نوعاً ما يعني. ان شاء الله. طبعا جد الرجال بيحب يكون دون جوان؟ طبعا ليش لا؟ هلا ايه اكيد، متعب، ضل واحد هيك بحب الظهور وبحب يكون فوق يعني. اكيد، عشان يكون ملفت للنظر. هي الحالة مستمرة ولا بتجي بعمر معين؟ بتوقع على الـ40. والله كل ما واحد ماشي هيك مسيرة صح بيضل دون جوان زمانه. الصراحة ما بعرف، بس بعمر الشباب اكيد موجودة. يعني هلا في عالم، في عندها اهمال بهالشغلة، في عالم بتعتمد عليها الشغلة هي. يكون دون جوان يكون أنيق. هو كل ما عم يكبر والعمر عم تزيد عندهم. مثل ما شفنا نحن وياكي الآراء اللي شفناها بالشارع السوري، إذا فينا نقول كل رجل ممكن يلاقي حاله هو دون جوان عصره أو البيئة المحيطة فيه. طيب شو الأشياء اللي ممكن تعزز هاي الشخصية عنده؟ ليش ممكن نشوف مثلا رجال عن رجال أنه ممكن أنه أنا كتير مميز، أنا كتير كل البنات تنعجب فيني؟ شو هي الأشياء اللي ممكن تخليه يوصل لهي المرحلة؟ هل يا ترى دور البيئة المحيطة هو له تأثير بهذا الشيء؟ طبعا البيئة لها دور كتير مساعد، ما رح نقول الدور الأول، رح يكون دور كتير مساعد. الإنسان اللي بيكون عايش ببيئة منفتحة غير الإنسان اللي عايش ببيئة منغلقة، أو الإنسان اللي بيكون عايش ببيئة حواليه عدد من النساء أكبر غير الإنسان اللي بيكون عايش ببيئة عدد من النساء أقل. هي أولا، عندنا الوضع المادي كمان بيلعب دور كتير، لما بيكون معه مصاري كتير أو بيكون وضعه المادي ممتاز فهو بيحسن أدواته لحتى يقدر يصطاد الفريسة اللي هي بنظره فريسة حتى يوقعها بشباكه، مثل انه بيحدث سيارته، بيجيب موبايل احدث موديل، بيحكي عن شغله، فهي الشغلات كلياتها بتعزز هذا الشيء، بتعزز هي الشخصيه. بينما اذا كان في عنده رادع اخلاقي او في عنده رادع ديني فهو لا، ما بتعود هي الشغله، بتظهر كثير للعيان عنه.
تمام، بيقدر كمان يمكن يخفف شوي. شكرا كثير لك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. يعني مثل ما قلنا يمكن هي الحركات او هي الصفات يمكن يعني نشوفها نحن صفات عاديه، ولكن هي بتكون ايام دليل فعلا على وجود مشكله نفسيه عند هذا الشخص. شكرا كثير لك، شرفتينا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. بلش البرد وبلش الشعور بالكسل وانخفاض الطاقة، لهيك تعتبر الرياضة هي الحل الأمثل للتغلب على خمول الشتاء. دقائق من التمارين الرياضية رح نتابعها مع بعض. يسعد صباحكم مشاهدينا، معكم الكوتش سوزي من نادي بروجيم معلا. اليوم حلقتنا رح نعتمد فيها على الحبل المطاطي. قبل عملنا حركات بالحبل المطاطي، اليوم رح نغير شوي، بتمنى تتابعوني. ناخذ الحبلة، طبعا إلى مقاسات وإلى قوة بالشدة، في منها خفيف وفي منها شدته عالية. باخذ وضعية الرجلين 11، باخذ إيدي هون، رح أرفع لقدام. طبعا رح أعمل عدة حركات، ما رح أحدد اليوم العضلة المعينة اللي أنا رح أشتغلها بالمطاطة. هلا رح نشغل أمامية للكتاف، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. طبعا برجع بذكر إنه لازم نشد بطننا مع ثبات للظهر، ما بروح وبيجي مع المطاطة. ثمانية، كمان مرة ثانية، واحد، بحس بالقوة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هلا التمرين الثاني رح أشتغل فيها على السكوات، رح أفتح أكثر، بتصير شدة المقاومة أكبر. برفع إيدي لفوق، بنزل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، بحاول بالنزلة إني ما أنزل وظهري لقدام، سبعة، ثمانية، بريح شوي، برجع بفتح أكثر وبنزل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. باخذ بريك شوي. هلا نحن شغلنا حركة للرجلين وحركة للكتاف وللأمامية. هلا رح آخذ مرة ثانية، باخذ نفس الوضعية، بشتغل أمامي، برجع بفتلها خلفي، بكون عم حرك العضلة الأمامية والخلفية بالإيدين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كمان باخذ مجموعة تانية، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ومنرتاح شوي. رح آخذ وضعية تانية، طبعا حركنا كمان تراي والباي، الأمامية والخلفية. هلا حركة جديدة، رح ميل شوي مشان تشوفوها. كمان بفتح مسافة مشان أعمل شدة قوة اللي بدي إياها. بنزل، فوق، اثنين، طبعا فيني كمان زيد المقاومة، ثلاثة، أربعة، بكون عم حرك ظهر، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. تمرين ثاني للظهر، رح افتح رجلي أكثر،
بنزل لتحت رح بدلهم عشان تصير المقاومة أكبر معي. بسحب واحد اثنين مع رفعة خفيفة بالظهر، ثلاثة مع سني خفيف بالركب، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. كمان رح اشتغل مجموعة تانية، واحد بحاول اني ما افتح ايدي كتير بكون عم شغل منطقة تانية، اثنين انا عم شغل عضلة الظهر، ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. باخذ بريك شوي. هلا باخذ المطاطة بهي الوضعية، باخذها حدود الكتاف، بوقف الوضعية السليمة للجسم، بفتح وبسكر، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هلا باخذ شوية نفس كمان. هلا بكون هيك بهيدي الحلقة حركت كل أجزاء الجسم تمرين تمرين باستخدام الحبل المطاطي. أكيد انطروني بحلقات جديدة. ست جوائز ذهب بقيمة 100,000 ليرة بالإضافة لذهب بقيمة 1,000,000 ليرة بعد لحظات رح يكونوا من نصيب 7 أشخاص لليوم نور، وأكيد دول الأشخاص كثير محظوظين. سحب مسابقة ألوف ملايين حيبلش بعد لحظات، خليكم معنا. من 4 أيام أعلننا عن جائزة ألوف وملايين على قناة سماء الفضائية. الموضوع سهل وبسيط، وبكبسة زر فيكم تربحوا معنا ألوف وملايين. ممكن أكيد بمسج واحدة نور على 1155 من أي خط سيريتال بتخلي اسمك واحد من الأسماء اللي رح تنزل بالسحب اليوم وتربح. يمكن في عدة جوائز مثل ما قلنا، أكيد 7 جوائز معنا لليوم. أكيد رنا كل أسبوع في عنا 6 جوائز، كل جائزة ذهب بقيمة 100,000 ليرة وكمان جائزة ذهب بقيمة 1,000,000 ليرة بصباح الخير على قناة سما. بس أكيد نور يعني المشاهدين لازم ما يبعثوا بس هلأ بوقت يمكن المسابقة، لازم تبعثوا مسجات طول الأسبوع لحتى تزيدوا فرصكم بالربح. وكل أحد نحن ببرنامج صباح الخير أكيد رح نعلن مين الفائزين. أكيد. وهلأ رح نبدأ نبلش بالسحب. رن ستوب. رح ناخذ الرقم اللي هو 0996214088. رح نرجع نعيد الرقم 0996214088. ربح معنا 100,000 ليرة. ان شاء الله الف مبروك. مثل ما قلنا اليوم معنا 6 سحوبات نور بال 100,000. رح ناخذ كمان نعمل سحب ثاني. ران ستوب. الرقم 0991-893-431. رح عيد الرقم 0991-893-431. ألف مبروك. لسه في معنا 4 مشتركين، هيك دعوه كمان لسه يكون في عالم فائزة معنا لليوم. إن شاء الله يا رب. رح نرجع ناخد ونكرر نفس العملية لناخد الرقم الثالث. خلينا نقول ران ستوب. رح ناخذ الرقم اللي هو 0988-520-079. رح نرجع نعيد الرقم 0988-520-079. بنقول لك ان شاء الله الف مبروك وربحت معنا 100,000 ليرة. الف مبروك. رح ناخذ الرقم الرابع معنا. رن ستوب.
الرقم 0988-092-100 0988-092-100. بدنا نقول ان شاء الله الف مبروك. كمان رح ناخذ هلا السحب الخامس ونشوف مين هو صاحب الحظ. فينا نقول هلا رن. ستوب. الرقم هو 0988-730-977. رح ارجع عيد الرقم 0988-730-977. ان شاء الله صاحب هذا الرقم يكون عم يحضرنا هلا وربح معنا 100,000 ليره. ان شاء الله الف مبروك. رح اسحب الرقم الاخير بجائزه ال 100,000. ران. ستوب. 0991-299-613. رح عيد الرقم الأخير والسادس معنا لليوم 0991-299-613. ألف مبروك. طبعاً بس نذكر أنه الأرقام اللي كانت ظهرت معنا، كل اللي الست أرقام اللي ظهروا معنا هن ربحوا أكيد 100,000 ليرة بمسابقة ألوف وملايين. أكيد نقول إن شاء الله ألف مبروك لكل الأشخاص اللي ربحوا معنا، وأكيد فيكم ترجعوا تشوفوها على صفحة البرنامج صباح الخير على قناة سماع، وحتى فيكم ترجعوا تعيدوا الحلقة وتعرفوا شو هي الأرقام. لكن هلأ بنروح لجائزة المليون بس بعد الفاصل. يعني بعد ما ربح معنا ست مشاركين محظوظين نور بجائزة ألوف وملايين، هلأ صار وقت نعمل سحب المليون ليرة. هلأ من عندك. هلأ رح نبدأ من عندي ونشوف مين حيكون صاحب الحظ. خلونا نقول ران. الرقم هو 0999-353-219. رح نرجع نعيد الرقم 0999-353-219. صاحب هذا الرقم لك إن شاء الله ألف مبروك لأنك ربحت معنا المليون ليرة. ألف ألف مبروك. يعني اليوم هيك في سبع أشخاص رح يتصبحوا معنا صبحية كتير حلوة، حلوة. وهن فازوا. أكيد بدنا نتصل بصاحب الرقم، ممكن بالكنترول لو سمحتوا نتصل فيه لحتى نتعرف عليه. أكيد بدنا نتعرف عليه ونقول إن شاء الله ألف مبروك. وأكيد بدنا نذكر كل المشاهدين إنه بكل يوم أحد بألوف وملايين في ست أرقام رح تربح 100,000 ليرة، وفي رقم واحد رح يربح المليون. صار معنا. ألو صباح الخير. صباحك. يسعد صباحك. شوي بدنا نعلي الصوت بس لو سمحت. ربحان مليون ليره من الصبح، بدك هيك يعني حماس. نعم. يسعد صباحك. تعرفنا باسم حضرتك. اسمي لؤي سليمان حيدر. اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله الف مبروك استاذ لؤي. يعني هيك اكيد الفرحه هي ما بيعوضها اي شيء ثاني. يبارك فيك يا رب. هلا لحتى تربح معنا ونضمن اكيد انه ربحت 100%، رح نسالك سؤال. هذا السؤال يمكن مرق معك خلال مشاركتك على 11:55 لحتى تربح معنا وتشارك اليوم معنا بالسحب. السؤال اللي رح اسالك اياه: أعلنت المدينة القديمة بحلب جزء من التراث العالمي ثواني بس من قبل اليونسكو بعام 1986، هل هذا الحديث صح او خطا؟ صح. بدنا نقول لك ان شاء الله الف مبروك واكدت ربحك للمليون ليره. ان شاء الله الف مبروك يا رب. ربحت معنا ذهب بقيمه مليون، واكيد نذكر كل الرابحين انه سوريا تيل حتتواصل معكم لتستلموا كل جوائزكم، وطبعا السحب اللي عم بيصير هو باشراف المؤسسه العربيه للاعلان. الف مبروك استاذ لؤي. تفضل. خلينا وين فيني بتسلم جائزتي؟ رح يتواصل معك. سريتيل تتواصل معك. اكيد من شركة سريتيل استاذ لؤي لحتى يتم تسليمك الجائزة. شكرا كثير لك، واكيد مثل ما خبرناكم لازم تضلوا عم تبعثوا على 11:55 طوال الاسبوع لحتى كل احد نكون معكم بهي المسابقة، واكيد مو بس يمكن
100 ألف أو مليون، حيكون لسه في مفاجآت أكثر، وخصوصي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بألف خير، لحتى أكون معكم الأسبوع الجاي. أكيد الأسبوع الجاي في 6 جوائز ذهب بقيمة 100 ألف ليرة وخمس جوائز بقيمة 250 ألف. كمان حيكونوا في الأشخاص يلي محظوظين وحيربحوا ذهب بقيمة 5 ملايين، والطريقة كتير بسيطة جدا. مسج على 1155، وأكيد ما بتبعتوا أكثر رح تكون فرصكم بالربح أكبر. أكيد نبارك لكل اللي ربحوا معنا لليوم. فاصل صغير وراجعين لنكمل حلقتنا. وبدنا نرجع نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم يلي بيقول: هل عيب ايام زمان لسه عيب بوقتنا الحالي؟ يا ترى رنا شو رايك؟ بحس انه لا، يمكن في كثير اشياء، يعني في ثوابت او فينا نقول اشياء كانت موجوده بمجتمعاتنا بعدها موجوده، بس في اشياء لا يعني تغيرت او شوي نظر العالم او وجهه نظر العالم لها تغير. يمكن ايام زمان او الطريقه اذا فينا نقول اللي تربوا فيها اهالينا ما عاد تنفع بهي الايام، فنتيجه هذا الشيء بتخيل كثير في مبادئ، في افكار، في كثير اشياء من زمان كانوا يمكن ما يتقبلوها اليوم صارت شغله كثير عاديه. شغله كثير عاديه، ولكن اذا فينا نقول لنا في قصص هسه لهلا نحن محافظين طبعاً عليها طبعاً. اللي هو صح صح، خطا خطا، عيب عيب، وغلط غلط. اراء عديده حول هذا الموضوع، وهاشتاجنا رصد هون من صفحه الفيسبوك. خلونا نتابع ابرزهم بالماده القادمه. رجعنا نحن وياكم لحتى نكون بالفقرة اللي كل الناس بتنطرها. نور، صارت معنا المدام نجلاء أباني لحتى تخبرنا شو أخبار أبراجنا وحظوظنا لليوم. صباح الخير. صباحك خير. صباحك يا نجلاء. بونجور يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا دايما بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 3 تشرين الثاني، يعني 3/11، يعني كواكبنا صار فيها تغيير من مبارح على الأقل، لأنه الزهرة كوكب الحب والارتباط انضم للمشتري كوكب الحظوظ السعيدة، وصاروا 2 ببرج القوس. رغم أنه عطارد عم يتراجع في برج القوس، لذلك أنا ما كتير بظن حيستفيد منه القوس، ولا حتى برج الأسد ولا حتى برج الحمل اللي هن أصلاً عم يستفيدوا، بس أنا بظن الاستفادة حتكون 12، ما حتكون بهذا الشهر عموماً. طبعاً المريخ ما زال في برج الميزان، ما زال يحذر مواليد برج السرطان، مواليد برج الحمل ومواليد برج الجدي على المستوى الصحي لألهم أو لمن حولهم. أول أخباري العزيز لمولود برج الحمل، اليوم عنده أصدقاء من غير لهجته أو عم بيشدوا الغريب والجديد، يمكن لسفر، يمكن لعلاقات جيدة مثمرة، يمكن لقرارات عم تاخذها بهي الفترات، اجتماعيات عم توضح آرائك وعم تعيد بناء علاقاتك بطريقة تناسبك. هلا أنا بعتبره اليوم للمناسبات السعيدة أو للتعارف الجميل. مولود برج الثور، اليوم أنا بتمنى أنه أنت تتجنب المشاكل. وارد يكون في عندك أخذ وعطاء، فورة غضب، نوع من أنواع الحساسية، نوع من أنواع الضغط عليك لتتصرف على غير طبيعتك. طبعاً هاي القصة أبداً ما بتنفع مع مواليد برج الثور إذا بتكون، بس يعني أحياناً منضطر لنضغط عليه بأشياء بسيطة. وهو كمان اليوم عم بيضخم الأمور الصغيرة، اليوم في حدا عم بيعاديك وما بتمنى أنك تشتكي وما بتمنى أنك تتصور الأسوأ. من نتيجة هاليومين ليسوا الأفضل لمواليد برج الثور. مواليد برج الجوزاء، هو الأمور بالنسبة له أفضل، سواء كلقاء، كسفر، كعلاقة، كتواصل، كقصص العلاقة بالأخبار السعيدة. أنت عم تتحرك وسط أجواء مشجعة، الأفضل بالنسبة لك لعروض، لترقية، لورقة، لقصاء العلاقة باجتماعيات أو سفر. الأمور جيدة بالنسبة لك مولود برج الجوزاء، وجيدة كمان لبرج السرطان اللي اليوم عنده مسائل مهنية
أو مسائل عائلية تبدو أكثر سلاسة، أكثر لطف، في دعم، في كسر للحواجز، في تعاطف، في لفت الأنظار لك، وغالباً يوم فيه منح معنوي أو منح مالي أو مساعدات تقدمها أو تتلقاها من أصدقاء، من أبناء، من أهل، من أسرة، يعني الأمور بالمجمل جيدة. هلأ إذا في حدا مو كتير مبسوط وعم يشعر إنه الأمور رايحة باتجاه الأكثر تعباً، هو مولود برج الأسد طبعاً، إضافة لوجود عطارد متراجعاً في برج العقرب عم بيخلي الأمور العلاقة بالعراقيل بالتعب، محتاج تنظم مواعيدك. اليوم الأمور مو مثل ما بدك رح تمشي، يعني أنت إذا راسم صورة بدي أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فأظن الكذا هاي آخر تنتين ما رح تزبط معك بسبب بعض التأجيل أو التأخير. هلأ أنا ما بتمنى تبعثر جهودك اليوم بأشياء ما بتلزمك، وكمان هاي القصة لمولود العذراء كمان ما تبعثر جهودك بأشياء ما بتلزمك، يمكن لأنه يوم فيه شغل كتير وفيه ضغط بالعمل ونفسك تنام ترتاح، بس أعتقد في أمور صحية شوي مضايقتك، وحاول توفي بمسؤولياتك وتنظم أمورك باعتبارنا لسه بكير، فشوف شو هو الأهم اللي لازم تعمله اليوم. يوم فيه شغل كتير وما فاضي تحك راسك، وانتبه شوي صحياً مولود برج العذراء. مولود برج الميزان اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة، سواء كان لتلاقي ترحيب أو ثقة أو لتشعر أنك قطعت جزء من الطريق أو لتعزز الثقة بكلامك بأفعالك. اليوم أنت موزون تبرز كمحاور وتبلغ أهداف يوم للقاءات لعلاقات أو لأخبار إيجابية. اللي مو كتير مرتاح الحياة هو مولود برج العقرب، اليوم ما فاضي حتى للأخذ والعطاء مع الآخرين، أميل للعزلة، أميل للقلق، حاسس إنه في حواليه تصرفات ارتجالية ما كتير عم بتضايق عم تفرحه، في حدا ممكن يستدرجه اليوم للشجار، يعني حدا هو اللي يضايقه على كل أو صراع لا يلزمك. على كل الأحوال أنا ما بتمنى إنك اليوم تضايق حالك مع الناس اللي حواليك، في أشياء بنقدر نتلافاها والمرأة وناخذها بابتسامة بدون ما نعمل مشكلة. عزيزنا مولود برج القوس اليوم عم ينسى مضايقاته، واليوم للحركة، للنشاط، للبحث عن حلول بديلة، ويمكن لتلاقي حلول بأشياء أنت العلاقة بأمورك، طاقة حيوية، مواجهة للطوارئ لمولود برج القوس، والحياة اليومين لتغييرات أنا بعتبرها إيجابية شخصية أو عائلية قد تفرحك. مولود الجدي هو اللي عم بيناقش بأمور مالية، ما بعرف عم يصرف هاي الفترات أو عم يدفع مستحقاته أو عم يدفع أقساط أو في عنده قصص مالية شاغلة باله، عم تستضيف ضيوف يمكن عم بيكلفوك مصاري إضافية، أو في قصص العلاقة يعني بأشياء مالية غير ضرورية قد تكون رفاهية ضمن المنزل. هلأ الأمور أنا برأيي بدها شوية هدوء على الصعيد المالي، توازن. كل ما ترغب به الأسبوع القادم مولود برج الدلو قد تحصل عليه، خاصة بدخول الزهرة بقى لبرج القوس عم بيخلي الأمور العاطفية والمالية تباشر تحسن. ما أنا كبسة زر، بس بالنتيجة أنا بقول لك إنه الشهر القادم أفضل بكتير من الشهر الراح، خاصة على الصعيد المالي، خاصة هاي الفترات يعني انفعالك بمكانه، قصدي غريزتك عم تدلك على الصح، المحيط داعم يتعاون مع أوضاعك العاطفية، سعيد وعلاقات متنوعة لمواليد برج الدلو. مواليد برج الحوت هو اللي عنده ضيقة خلق أو نزق أو عم ينتابه الحزن يمكن نتيجة شيء عم يسمعه أو عدم أمانة أو بعض الأكاذيب، هل أنا بعتبره يوم للنميمة والقيل والقال والعتب وبامتياز. خليني عايد مولود اليوم ومولود ثلاثة وأتمنى له السعادة، شخصية فزة بس مقلقة، شخصية مستعدة لمواجهة الآخرين والتحدث بكل ما يخطر له، مع أنه عموماً قليل الكلام، بس إذا ضايقته، خنته، خدعته، كذبت عليه، فهو جاهز أنه يقلك بوشك أنه أنت هيك عملت. طبعاً حلمه يصدق، حدسه صحيح، متعب بصداقاته لكن متعب بعلاقاته أكثر، وحد بعدائه لأنه هو حدا متطلب ومعطاء كتير، لا يعرف الخوف، لا يهاب الخطر، مولود ذو ذوق رفيع عموماً، ما عنده مشكلة بأوقات العمل الروتينية قد ما اشتغل ما بيزعل، بجديته بتحس إنه حدا جدي ويعتمد عليه وأهل للثقة، هي قصة إيجابية. سنة مهمة بالنسبة له، سواء كان ليوضح أموره، ليعبر عن نفسه، ليتعرف على أصدقاء جدد، ليسافر أو ليتلقى ترقية أو ليكون عنده قصة بالراتب أفضل من قبل. طبعاً وارد جداً إنه يكون عنده بداية عاطفية مفرحة، ارتباط أو خطوبة. سنة مهمة بالنسبة لك عموماً والأمور إيجابية بالمتبقي منها.
يسعد لنا صباحك وشكرا كثير لك يا نجلة. يسعد صباحك. شكرا كثير نجلة. بالرياضة في كثير لاعبين مشهورين كانت شهرتهم نور ونجاحهم سبب لتحقيقهم مبالغ مالية ضخمة، كيف رح نخبركم بعندكم علم. هلا رجعنا لعند الشيف بشرى لنشوف كيف صار طبقنا. طبقنا هلا بالنسبه للسلطه، بعد ما حضرت الخضره خلطتهم مع بعض وعملت الصوص، حطيت نص كميه الصوص اللبته مع الخضره، واللي بده بيرجع بيزيد. أوكي. اكيد بحب يزيد. الشوربه كمان سكبتها وحطيت الصوص اللي حضرته وزينته بسمسم، السمسم المحمص وبورق نعنع، وهي باقي الصوص كمان اللي بيحب يضيف على صحنه اذا حدا بيحب على صوص الشوربه. هلا الطبق كثير طيب، ان شاء الله كل ستات البيوت يلي عم يحضرونا يجربوا هي الشوربه، صح هي نفس المكونات ولكن في اختلافات شوي كثير. انا حسيتها كثير هيك جديده عن مثلا عن شوربه العدس اللي نحن متعودين عليها. تمام صح. فحلو انه يمكن ست البيت تغير شوي، ان كان لاولادها او لاهل بيتها هيك بحسوا يمكن في شيء، لانه نحن دائما متعودين بالشتويه دائما كل يوم شوربه كل يوم شوربه، فخلينا نغير بالشوربه نغير شكل. هي معلقه سلم ايديك شيف. اكيد يعني مشاهدينا مثل ما شفتوا الاكله كثير سهله، مكوناتها بسيطه موجوده يمكن بكل بيت، المهم هيك انتم تضيفوا لمستكم الخاصه فيكم على كل اكله لحتى صحيح. تكون اكيد طريقه تقديمها كمان تكون كثير حلوه. طيب سلم ايديك شكرا كثير. انت ما بدك بلا رح يعني لازم تذوقيها. اكيد انا رح ذوق انا ونور لنشوف شكلها كثير عظيمه. هلا بدي اقول لك سلم ايديك لانه هي كثير خارقه ولازم بس ارجع على البيت اعملها. طيبه كثير كثير. خلص اوكي شكرا كثير لك شيف، اكيد نحن ناطرينك دائما باكلات جديده. طيب. هلا حنصور اكيد وننزل هيك الصحون تبعنا على صفحتنا على الفيسبوك، دائما تابعونا بحلقات جديده 9:30 الصبح تبقوا بألف خير. لهون مشوارنا صباحي بيكون خلص معنا، ان شاء الله حلقتنا تكون نالت اعجابكم وطبخه الشيف بشرى تكون نالت اعجابكم. بيتجدد موعدنا معكم بكره، تبقوا بألف خير.